بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هنتكلم النهاردة عن النيزر دشارج. أول حاجة هنعرفها إيه هي types of nasal discharge، لأن من الطيب هنقدر نعرف إيه هو الكوز. توكلنا على الله. أول حاجة بيقولك إن ممكن الدشارج ده يكون ميوكو بلنت. يعني إيه؟ يعني ميوكس مطعم ببص، وده في حالة الراينيتس أو الساينوسايتس. بالمناسبة انت بدي انتبيوتك في حاله الدشارج لو الدشارج كان معاه فيفر، ولو الدشارج كان ملون. يعني ايه ملون؟ يعني اصفر اخضر، فبالتالي ده دليل ان في انفكشن، فلازم ادي انتبيوتك. او لو في ووتري دشارج ويوني لاترال، وانا اتاكد ان ده سي اس اف، في الحاله دي لازم ادي انتبيوتك قوي يعدل بلاد برين باري. طيب تاني نوع من الدشارج الميكويد، ده في حاله ايه؟ في حاله البوستيرو كوانال اتريزيا، في حالة بس لازم تكون يونيلاترال أو أدينويد أو حاجة اسمها أنتروكوانال بول. تعالي نشوف. دي الأنتيرو نيزل أوبننج، ودي البوستيرو نيزل أوبننج أو كوانال. اللي حصل إيه؟ هو مولود عنده كونجينيتال كوانال أتريزيا بس يونيلاترال، تمام، أو أدينويد، لحمية كبرت وقفلت الكوانا دي، أو حاجة اسمها انترو كوانال بولب. يعني ايه انترو؟ تشير الى الماكسيلاري ساينس. كوانال، تعالي نشوف اللي حصل. بولب بدات من الانترم بتاع الماكسيلاري ساينس، فضلت تكبر تكبر وتزحف على ورا لحد ما قفلت لي البوستيرو الاوبننج، فنسميها انترو كوانال بولب. يبقى الثلاث اسباب دول يعملوا لي ميوكويد ديشارج. ثالث نوع من الديشارج بيرلنت واوفنسيف، بص وريحته وحشه، وده بسبب ايه؟ فورم بادي، طفل صغير دخل فورم بادي في النوز. الفورم بادي اتكون عليه انيروبيك بكتيريا. انيروبيك بكتيريا معناها بص وبيكون اوفنسيف. فيونيلاترال بيرلنت اوفنسيف ديشارج بيكون في حاله فورم بادي في النوز. ووتري ديشارج، وده في حالات ايه؟ تلات حالات. محاضره النهارده هنتكلم عن الالرجيك والفازو موتور راينيتس، وهنتكلم عن السي اس اف راينوريا، ولازم نعرف ان السي اس اف راينوريا بتكون يونيلاترال. مفيش حاجه اسمها سي اس اف راينوريا بايلاترال، العين هيصفى. كمان في الاكيوت ستيج من الراينيتس، اما يكون العدوى لسه بس فايرال، فالفايرال بيعمل ووتري ديشارج، تمام، يبقى الفايرال ستيج في الكومن كولد. ممكن الديشارج يكون بلاد، وده بنسميه ابيستاكسس، والبلاد ممكن ينزل يونيلاترال او بايلاترال. الشكوى تكون كالآتي: أنا أول ما باكل أو بشرب بحس الأكل والشرب دخل في النوز، وده بيحصل حاجة اسمها water and food regression، وده بسبب إيه؟ غالبا بتكون مشكلة في سقف البق. يعني يا إما هو مولود بكليفت بلد، يا إما هو رايح يعمل تنسولكتومي، الجراح غلط وشال وجرح البلد. مش إحنا عارفين لما إحنا بنيجي ناكل السوفت بلد بتترفع عشان تقفل النيزوفارنجس، فبالتالي الأكل ما يدخلش على النوز، هو عنده شورت بلد أو حتى عنده برايز سوفت بلد. طيب ايه رايك لما يكون في فيستولا، في تراك، في نفق، في ممر بين ايه وايه؟ بين الماوس والانترم، يعني بين الماوس والماكسيلاري ساينس، او بين الماوس والنوز، ده برضو هيعمل ريجريشن. هو ممكن ينزل الشارج على شكل كراست، او في حاجه اسمها الاتروفيك راينايتس. يعني ايه اتروفيك راينايتس؟ كرونيك انفلاميشن فيحصل بالنوز، هيؤدي ان كل حاجه في النوز تكش، الميكوزا تكش بالنرفات اللي تحتيها، التربنت تكش، فبالتالي النوز هتوسع، يبقى يكون لي حاجه اسمها رومينوز. اما النوز توسع، لو حصل شويه ميوكس صغيرين، طبعا النوز واسعه فداخل لها هوا كتير، فالميوكس ده ينشف ويعمل لي حاجه اسمها كراست، يعني قشر. ايه هي الاسباب يونيلاترال نيزل ديشارج؟ اندرو كوانال بولب، معاها كمان الكونجنتال كوانال اتريزيا، الفورم بادي اللي بيعمل لي ديشارج بلند اوفنسيف بيكون يونيلاترال، السي اس اف لازم يكون يونيلاترال، ممكن يكون البلاد الاستاكسس يكون يونيلاترال. طيب 1 هايبر سنسيتيفيتي، ايه اللي بيحصل؟ يقول لك يا ستي عيانك تعرض لالرجين، اول مره عم الجسم يروح ولسه هيصنع الانتي بودي، يكون الالرجين ده راح رحاله. ايه اللي هيحصل لو الالرجين ده دخل تاني مره؟ اوريدي الجسم عامل له ميموري، اوريدي الجسم عارفه ومكون له الانتي بودي جاهزه. يحصل ايه؟ يحصل رياكشن، تحصل خناقه بينهم. الخناقه دي بتحصل فين؟ على سطح الماست سيل.
الخناقه اللي هتحصل بينهم ده سبحان الله الانتيجين انتي بودي رياكشن هينتج عنه ماست سيل رابشر. المشكله ان الماست سيل رابشر دي هتطلع مواد زي الهيستامين والمواد اللي اللهم صل على سيدنا محمد. المواد دي بتعمل ايه؟ المواد دي بتعمل سيفير فازو دايلاتيشن، بتعمل اديما، بتعمل كونجيشن، بتزود السكريشن، بتعمل برونكو سبيس. يبقى موضوع الالرجيك راينايتس اللي حصل مش طبيعي، تمام؟ اللي مش مفروض يحصل هيحصل. هل من الطبيعي اما تعرض للالرجين ده يحصل لي؟ لا، هو عباره عن ابنورمال اميون رياكشن، تحديدا فين؟ في النيزل ميكوزا. ليه؟ نتيجه لتعرض للالرجين. نعود نفسنا كده، اي مرض ندرسه هنتكلم عن ديفينيشن، نتكلم عن الانسيدنس، نتكلم عن الايتيولوجي، ونتكلم عن كمان الكومبليكيشن والانفستيجيشن اللي هطلبها والتريتمنت ميديكال وسيرجيكال. خلاص احنا الحمد لله عرفنا الديفينيشن بتاع الالرجيك رينايتس. يعني ايه انسيدنس؟ مدى انتشاره بين الناس. قالوا لك لا، الالرجيك رينايتس حاجه كومن بتيجي 10 20% من الناس، وممكن تزيد كمان في الاماكن اللي فيها البوليوشن عالي. انواعه، يقول لك في حاجه اسمها حساسيه موسميه، دي بتيجي في مواسم معينه زي مثلا حمى القش. في حساسيه بقى بتكون موجوده طول السنه برينيورال. سببها ايه؟ هما سببين، حاجه في الحساسيه نفسها، حاجه في الالرجين، وحاجه فيا انا. بري ديبوزنج فاكتور، يقول لك ايه، احنا عندنا الالرجي دي ماشيه في العيله، تمام، بوزيتيف فاميلي هيستوري هيريديتري. طب سببها ايه؟ الالرجين ده جالي ازاي؟ لاما الالرجين يدخل انهيريتد، وده الكومنست. ازاي الحساسيه اللي بتيجي الموسميه دي؟ بسبب حبوب اللقاح مثلا، بسبب عشب معين، او الحساسيه طول السنه بسبب ايه؟ بسبب الهاوس دوست، الدست مايت انيمال، الفار وريش بتاع الحيوانات. هو انا ممكن اكل حاجه تعمل حساسيه؟ طبعا. زي ايه؟ بيض، لبن، قمح. ناس عندها حساسيه قمح. ممكن نحقن حاجه تعمل حساسيه؟ زي ايه؟ زي البنسلين، زي الانسولين. ممكن يحصل كونتاكت مع حاجه بتعمل الرجي. زي ايه؟ زي المساحيق اللي بنحطها على الوش او الصوف. يبقى احنا الحمد لله عرفنا الكوز. نبدا ناخد الكلينيكال بيكتشر. شكوى العيان هتبقى متمثله في ايه؟ اول حاجه حرقان فظيع واكلان، بدات اعطس ومناخيري سيبت وفي ابستراكشن، مناخيري مقفوله ومسدوده ومش عارف اخد نفسي. يبقى ترياد على طول، اتشنج وسنيزنج ووتري ديشارج. اتشنج سنيزنج ووتري ديشارج، تمام، طبعا بايلاتر. ويحصل ابستراكشن، بس الابستراكشن بيكون فازو اكتف. يعني ايه فازو اكتف؟ يعني ناحيه وناحيه لا، بيبدله، تمام. طيب انا كدكتور هدخل اشوف ايه؟ ادخل اشوف النيزل ميكوزا، تقولي شوف النيزل كافيتي، هتلاقي المنظر ده. النيزل ميكوزا اديمتس، يعني حصل لها سوالن، بيل بلوش ميكوزا. كمان التربنت اكتر حاجه بتكبر زي ما احنا شايفين في الصوره دي، بيقولك انلارجد انفيرو تربنت. ملاحظين كمان ان هي مليانه بوتري ديشارج. في حاجه اسمها اتوبيك، ودي حاجه جيناتيك. يعني ايه؟ يعني تايب 1 هايبر سنسيتيف ده ما بيكونش بس في النوز، لا ده كمان بيكون في الكونجكتيفا، بيكون في البرونك، في البرونكيال يعملك برونكايتس، بيكون في السكن يعملك درماتايتس. فعباره عن كوليكشن كده مع بعض، ودي حاجه نسميها اتوبيك رياكشن، ودي طبعا بتكون جينيتك. طيب ممكن يحصل كومبليكيشن، او هي مش البوتري ديشارج دي، ممكن تجيب لك انفكشن وتعمل لك راينايتس او ساينوسايتس اكيوت وكرونيك، تمام، بس لازم تكون ريكارنت. استني، انت قلت هيحصل ساينوسايتس؟ هي مش الساينوسايتس دي اصلا كانت بتعمل اديمتس ميكوزا، فممكن تعمل بوليب. مش احنا عارفين ان الميكوزا ما يحصل لها اديمه، الميكوزا دي بيحصل منها بولب. فاللي هيحصل هنا حاجه اسمها اسمويدال بولب. وريني كده، لو لاحظنا الصوره دي الاقي الاسمويد اير ساينس، بما ان حصل فيها ساينوسايتس وورمت واتملت ميه، فبالتالي هتنزل على النوز في شكل بولب وتعمل حاجه اسمها اسمويدال ساينس بولب. ايه الانفستيجيشن اللي انا هطلبها؟ بطلب الانفستيجيشن دي ليه؟ لو عيانك مثلا لو حصل لك الرجيك رينايتس مره واثنين، خلاص مش مشكله. افرض بقى هو بيحصله مره واثنين وثلاثه واربعه وحاجه ريكرنت، عمال اديله تريتمنت وما بيجيبش معاه نتيجه، فبالتالي انا لازم اطلب انفستيجيشن تكونفيرم الدايجنوزس. حاجات لاب، كل الحاجات دي هتروح بقى يعملها في المعمل. هيعمل ايه؟ اول حاجه خدي عينه من النيزل، هتلاقي الايزينوفيل عاليه. ليه؟ ما هي دي اصلا خلايا الحساسيه، صح؟ طيب خدي عينه بلاد، هتلاقي فيها اي جي اي عالي، وهتلاقي فيها ايزينوفيل عاليه برضو، تمام. طيب
عايزه تتاكدي اكتر واكتر. انا عايزه اعرف الاورجانيزم نفسه، انا عايزه اعرف ايه اللي بيعمله حساسيه. هتعملي حاجه اسمها سكين سنسيتيفيتي تيست، بجيب السكين كده وبرقم مناطق السكين، وبعدين ببدا احقن الالرجين في كل منطقه، وببدا استنى 20 دقيقه كده ولا حاجه لغايه ما اشوف هو ايه اللي حصل رياكشن منهم. فبالتالي اللي هيحصل رياكشن يبقى هو عنده حساسيه من النوع من الالرجين ده. انت تعملي عين فور تجارب، تقعدي تجربي عليه. الاحسن نعمل حاجه اسمها ريديو الرجيك اسبيرمنت تيست او روست. طب يعني ايه ده؟ نفس اللي عملناه بس بقى بناخد عينه من السيرم بتاع العيان ونبدا نحطها في انابيب ونبدا نشوف ايه اللي هيحصل رياكشن منه. يبقى الراست بالمنظر ده، يا اله الا الله، الراست بالمنظر ده انا جبت دم العيان بلازما وبدات احط الالرجين في كذا انبوبه بقى، وبدات اشوف ايه اللي هيحصل رياكشن في انهي انبوبه. طيب خلاص الحمد لله عرفنا الالرجين. استني، هو انا ممكن اطلب سي تي؟ هتطلبي سي تي بس في حاله الكومبليكيشن، في حاله حصل بولب، حصل ساينوسايتس، مش هتطلبي سي تي للالرجين يعني، هتطلبي سي تي عشان خاطر لو حصل كومبليكيشن. هبدا اعالج زي ما اتعودنا ميديكال وسيرجري، برضو مش هلجا للسيرجري غير ما يكون في كومبليكيشن. والميديكال بيكون سيستميك ولوكال. سيستميك هدي ايه؟ هبدا ادي انتي هيستامين وادي استيرويد سيستميك في حاله واحده بس، في حاله ان حصل كومبليكيشن، زي مثلا ان يحصل حاجه اسمها اسمه ده البوليب، فيقولك ان احنا بنعمل ميديكال تريتمنت البوليب، مش احنا عارفين ان الاستيرويد انتي اديماتوس. فبالتالي لو انا اديت استيرويد ممكن البوليب دي تخف من غير محتاج لجراحه، فانا بدي استيرويد سيستميك في حاله سيفير، لان السيستميك ليه يعني سايد افكت كتير. طيب بدي لوكال تريتمنت، تدي استيرويد سبراي احسن من تديه السيستميك، لانه هيكون سيف وافكتيف. امتى برجع للسيرجيكال؟ ترجعي للسيرجيكال لو حصل كومبليكيشن، مش هعمل سيرجيكال للالرجي. طب بنعمل ايه؟ مش احنا شفنا في الصوره فوق ان الانفيرو تربنت كبرت، طب ما تعملي لها ريدكشن، صغريها. تمام، او مش احنا عارفين برضو ان الكومبليكيشن بيحصل حاجه اسمها سمويدال بولب، هنعمل حاجه اسمها استودكتومي. تعالوا نشوف الصوره، اهو الصوره اهي، ده منظر النوز وهي فيها ساينوسايتس، الساينس وهي فيها ساينوسايتس، ودي منظرها بعد ما شلنا البون وبنشيل كمان الميكوزا عشان يحصل دي عمليه حاجه اسمها اسمودكتومي. اسمودكتومي تمام باذن الله. ايه تاني؟ طبعا متخيله ان انت بعد ما تعملي الجراحه مش هيحصل ريكرنت؟ لا، ده الريكرنت عالي جدا، عشان كده بتكملي على الميديكال تريتمنت ده لو عملتي جراحه. طب ما نيجي نعمل بروفلاكسس من البدايه ازاي؟ تجنب التعرض للالرجين ده، لو عرفنا الالرجين نتجنب التعرض ليه. طب افرض مثلا انا كان لازم اتعرض للالرجين، هنعمل حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن. تعالى احكي لكم حكايه. بصوا يا ستي، زمان الملوك كانوا عارفين ان هم هيتم اغتيالهم بالسم، فكان الملك من دول يعمل ايه؟ كل مره يحط له نسبه صغيره جدا من السم مش هتاذيه، وبعدين ما يتعود عليها يبدا يزود تدريجيا تدريجيا تدريجيا، بحيث انه لو تعرض للسم ده فعليا ما يجرالوش اي حاجه. ده اللي هنعمله بالظبط، احنا نبدا كل يوم ندي حقنه فيها كميه الالرجين صغيره ما تهيجش العيان لحد ما يتعرض للالرجين الحقيقي ولا يحصل له اي حاجه. طب ليه بيحصل كده؟ تعالي نشوف ليه بيحصل كده. بيحصل كده لانك لما تعملي جرادولي انكريز للدوز بتاعه الالرجين، انت بتكوني اي جي جي، فما الالرجين يدخل الاي جي جي ده يدخل كحائط سد بينه وبين الاي جي اي، وما يحصلش الرياكشن، وما يحصلش ان الميديتور تطلع وتعمل لي الالرجي. تمام باذن الله. هدي حاجه اسمها ماست سيل ستابلايزر. هو ايه اللي كان عامل لك المشكله؟ الخناقه اللي بتحصل على الماست سيل والماست سيل ترابشر. طب ما تدي حاجه تمنع ان الماست سيل ترابشر. طب استني، افرض العين جايلك في الاتاك، اكيد يعني لو عين جايلك بعد ما الماست سيل ربشرت، الماست سيل ستابلايزر دي مش هيكون ليها اي لازمه. الماست سيل ستابلايزر زي الكيتوفينين او الكرومو جليسريت، دي حاجه بديها بتعمل ستابلايز للماست سيل بحيث ان هي ما يحصلهاش رابشر وما تطلعش الكيميكال ميديتور اللي سببت لي الالرجي. كده احنا خلصنا الالرجي. اهم حاجه اكون عارفه ان الالرجي بتيجي في شكل ترايد. ايه هما؟ اتشنج، سنيزنج، نيزل ديشارج، باي لاترال ووتر نيزل ديشارج. هنتكلم تاني موضوع معانا، الفازو موتور راينايتس. يعني ايه الالرجي بس السبب كان انترنسك؟ مش فاهم. في الالرجيك راينايتس كان لازم تتعرضي للالرجي؟ لا، ده انت عندك حاجه اسمها ابنورمال اوتونوميك رياكشن في النيزل ميكوزا بسبب نون اليرجيك. يعني ايه برضو؟ مش فاهم. يقولك يا ستي ان الباراسمباثيك هياخد الابر هاند،
والباراسمباثيتك عارفين ان هو بيزود السكريشن، يعني هيعمل زياده في الكابيلر بالمبلتي ويعمل لك اديما، طبعا هيعمل فازو دايلاتيشن ويعمل لك كونجيشن. طب هو ايه اللي خلى السمباثيتك ياخد الابر هاند؟ مش عارفين. يعني مثلا ممكن تكون التعرض للانفيرومنتال فاكتور زي الريتيشن، زي رطوبه عاليه او كولد عالي، عوامل اندوكراينال زي ايه، الست اثناء البريجننت، اثناء المنوبوز، في البيوبرتي، اثناء المنسس، كونتراسبتيف بيلز، او ادويه زي ايه، الانتي هايبرتنسيف دراج. ما احنا عارفين ان الهايبرتنشن بيحصل بسبب السمباثيتك. طب ما انت لما تدي انتي هايبرتنسيف انت كده بتقولي للسمباثيتك اقعد على جنب، وبتدي الابر هاند للباراسمباثيتك، صح؟ طيب، او بتحصل بسبب حاجه اسمها ابيوز للفازو كونستريكتور نيزل جروب. ما تيجي نشوف الصوره. في ناس بتمشي بدواء مضاد للاحتقان في جيبها كده، كل ما تحس ان حصل اوبستراكشن ترش من الاسبراي على طول. ده اللي حصل، نيزل اوبستراكشن، بدا احط نيزل ديكونجيشن. الديكونجيشن معناها ان هو يعني بيظبط الاوعيه الدمويه والمناخير بترجع تتفتح تاني، فحس ان انا اتحسنت. فكل ما احس ان انا مناخيري مكتومه احط النيزل ديكونجيشن، مناخيري مكتومه نيزل ديكونجيشن، يرجعها طبيعيه تاني. ولكن بقى البلاد فيزل ده في الاستيك، يعني زي استيك بالظبط، فالاستيك ده هيتشد هيبوظ هيمط مهما تحطي نيزل ديكوجيشن، مبقاش هيستجيب خلاص. في حاجه اسمها راينايتس ميديكال منتوزا، الريكارنت والبرولونج يوز للنيزل ديكوجيشن هيخلي البلود فيزل الاستيستي بتاعته تتاثر وتبوظ، فبالتالي مبقاش هيستجيب لاي نيزل ديكوجيشن. تمام تمام ان شاء الله. نفس الكلينيكال بيتشر ما عدا ما فيش اتشنج في الفازو موتور راينايتس، نو اتشنج في الفازو موتور راينايتس، نو اتشنج. يعني العيان هيقول لك عندي بايلاترال نيزل ديشارج، عندي سبحان الله نيزل اوبستراكشن، ما فيش اتشنج. تمام. تطلبي الانفستيجيشن؟ اطلبي الانفستيجيشن ليه؟ عشان تتاكدي ان هي مش الرجي. يعني كل الانفستيجيشن هتلاقيها سلبيه، اللي طلبتيها في حاله الالرجي هتلاقيها سلبيه. الكومبليكيشن مش هيحصل بولب، لان ما فيش، اللهم صل على سيدنا محمد، ما بيحصلش من الفازو موتور اسمه ده البول. تمام. علاجه ايه؟ هتدي انتي هيستامين؟ لا طبعا. انا هدي انتي هيستامين ليه؟ انا هدي استيرويد و لوكال ديكونجيشن. وكمان بيقول لك اما العيان بيعمل اكسرسايز ده بيشغل السمباثيك، فالعيان بيحس براحه، فممكن اخلي العيان يعمل اكسرسايز. بروفلاكسيس، تجنبي التعرض للانفيرومنتال فاكتور والاندوكراينال فاكتور والادويه، وتجنبي البرولونج يوز لللوكال ديكونجيشن. اخر موضوع معانا النهارده سيبرو سباينال فلويد راينوري. ايه الحكايه؟ الحكايه ان السي اس اف نزل من النوز. طب ليه؟ تعالي نشوف ليه. هتامل في الصوره دي، الروف بتاع النوز اللي هو الكريبري فورم بليت بيفصل البرين عن النوز. ايه رايك ان اي حاجه ادت ان ده حصله برفوريشن؟ يعني اي حاجه زي ايه يعني؟ تروم اشهر حاجه، سواء تروما، سيرجيكال تروما، جراح بالغلط دخل بالاندوسكوب دخله غبيه كسرت الروف ده، او مثلا فراكشر تروما مثلا، تيومر اروجن هنا سواء كان في البرين ونزل على تحت، او سواء كان في النوز وفضل ياكل في السقف، او ايه مثلا سيفلس، ما هو السيفلس بون اروجن فممكن ياكل في السقف ده. فالاسباب ايه؟ ايه هي الاسباب اللي تؤدي لي الى سي اس اف راينوري؟ كونجنتال، هو اصلا البون بتاعه ضعيف، تروما سواء سيرجيكال، السيرجيكال دي هو جراح ودخل النوز، او هو اصلا جراح كان بيعمل في البرين وخرم الكريبري فورم بليت. تمام. او جراحه من بره كرين، يبقى كرينيال او انترا كرينيال، كان جراح شغال في البرين او جراح شغال في الجمجمه او جراح شغال جوه النوز، التلاتة ادوا الى خرم الكريبري فورم بليت. تمام. اكسيدنتال سكال بيست تروم، انفلاميشن سيفلس بون اروجن، نيو بلاستيك زي ما قلنا تيومر، سواء التيومر في النوز وكان السقف او كان في السكال او كان في انتراكرين، اديو باسك. تمام. بيقول لك ان 90% من اسباب السي اس اف راينوري غالبا بتكون تروم. تمام. حصلت ليه؟ ديفكت في الروف زي ما شفنا، او ديفكت في النيزل ساينس. ما تيجي نشوف النيزل ساينس. لو مثلا هتبقى النيزل ساينس اللي قريبه من البرين زي الفرونتال ساينس، زي الاسمويدال، زي الاسفينويدال، لو حصل فيهم، اللهم صل على سيدنا محمد، حصل فيهم ديفكت ممكن يؤدي الى سي اس اف راينوري. كلينيكال بيكتشر، السائل ديشارج ده بيكون يونيلاترال، مهمه، ووتري، معنى ان هو ووتري فبيكون كلير وكارلس،
سولتي لانه فيه كلورايد، هاي كلورايد كونتنت. يقولك ايه بقى، لو بتيجي تنفي وتنفي ميوكس فالميوكس هينشف المنديل. طب انتي بتنفي وتري وتري، فبالتالي المنديل مش هينشف. ده معنى كده doesn't stiff الهاند، مش عارفه ايه، تمام؟ ليه؟ عشان هو مش فيه ميوكس، ده وتري. حاجه تانية، لو العيان هم لقدام، العيان عمل مجهود، ده هيزود الانتروكرينيال بريشر. العيان يقولك ايه، انا لما باجي اوطي عشان اصلي حنفيه بتنزل من مناخيري. ليه؟ عشان هو زود الانتروكرينيال بريشر، زود التنشن، فبالتالي السي اس اف راينوريا زادت. تمام. هطلب منه انفستيجيشن طبعا. اول حاجه هطلبها ان اتاكد اصلا ان ده سي اس اف. اتاكد ازاي؟ ابعت عينه للمعمل، هيقولك ان ده كلير وكلرلس وما فيهوش ميوكس، ما فيهوش البومين، نسبه الشوجر فيه اعلى من 30، لان الميوكس نسبه الشوجر فيه اخرها يوم ما تتمعظم 30، هنا بقى هيزيد عن 30. مش بس كده، الدياجنوستيك ان هو هيكون فيه بيتا 2 ترانس 3، كل السكريشن بتاع جسمك فيها بيتا 1 ما عدا السي اس اف، في بيتا 2 ترانس 3. طيب هطلب سي تي، او هطلب سي تي ويز كونتراست. بصي يا ستي، بحقن صبغه انتروسيكل وعيان، او دكتور الاشعه بيصور لي عشان اعرف اشوف الليكج فين بالظبط، او بحقن صبغه برده وبدخل بالمنظار. يعني بص، بحقن الصبغه كده انتروسيكل زي المنظر ده بين الفقرات، وببدا انا بقى ادخل بالاندوسكوب عشان اشوف اللهم صل على سيدنا محمد السي اس اف اللي فيه الصبغه ده نزل منين بالظبط. ممكن يحصل كومبليكيشن، بقول لك ان البرين مفتوحه النوز اللي كلها بكتيريا فيحصل مننجايتس، او العيان لو نف في نفه جامده الهواء ده هيدخل في يدخل البرين ويعمل حاجه اسمها نيموكيفرس. ليه؟ لان العيان نف في نفه جامده ادت ان الهواء ده دخل جوه البرين. تمام. طيب علاجه ايه التحفظي؟ اهم حاجه ان العيان ينام في السيمي سيتنج بوزيشن زي ما احنا شايفين كده، العيان ما يعملش مجهود، ما ينحنيش لقدام عشان ما يزودش الانتركرينيال بريشر، العيان ما ينفش جامد عشان خاطر ما يدخلش هواء جوه البرين، يتجنب النيزل دروب او اي او النيزل بيكنج حشو عن طريق الانف عشان ما يحصلش منجايتس، ولازم اديله سيستميك انتيبيوتيك بيعدي البلاك برين بارير عشان احميه من منجايتس. طيب علاجه ايه ده؟ بصي يا ستي، بيدخلوا بعد ما عمل سي تي وسكونسر كونتراست عشان خاطر يعرف الليكج فين بالظبط، بعد ما حدد مكانها بيدخل يقفلها، لا اما بجرافت لا اما بفلاب. الفرق بينهم ان الجرافت ده نسيج ميكوزا فاشيا، ولكن الفلاب ده بياخد النسيج بالفاسكولاريتي بتاعته. تمام باذن الله. او ممكن يدخل لو هو مش عارف يحدد بالظبط الليكج فين، هيفتح ترانس كرينيال اكسترنال او ترانس كرينيال. احنا هنا بنشوف بعد ما هو حقن الكونتراست وطلب من العين يوطي عشان السي اس اف اللي فيه الكونتراست ده ينزل، تمام، وبدا يوضح معاه الليكج اهو لان هو حقنه بصبغه خضراء. ماشي. بعد ما حدد المفروض هيعمل ايه؟ هيبدا يجيب يعمل لها جرافت اهي، وهيرقعها الحته دي لحد ما السائل الاخضر ده يختفي. نبدا نراجع الجدول ده تاني عشان هو مهم. ايه الحاجات اللي تعمل يونيلاترال نيزل ديشارج؟ افتكرنا ان هي اول حاجه كوانال اتريزيا يونيلاترال او انترو كوانال بولب، بيرلانت اوفنسيف ديشارج يونيلاترال بسبب فورم بادي، سي اس اف راينوريا بيكون يونيلاترال، بلاد يونيلاترال. هو ايه اصلا اللي يعمل لك ميوكو بيرلانت ديشارج؟ لا اما ساينوسايتس او راينايتس. ميوكويد بس قفلت البوستيرو كوان، لا اما باتريزيا كونجنت اتريزيا، لا اما بادونويد، لا اما بانترو كوان البول. بيرلنت اوفنسيف يونيلاترال فورم بادي. ووتري موضوع النهارده السي اس اف راينوريا بتكون يونيلاترال، الرجيك وفازو موتور راينايتس او اكيوت ايرلي ستيج من الراينايتس. بلاد في حاله الابستاكسس، ارتجاع للفود سبحان الله، وده بيحصل لو في مشكله في البلد او عنده شورت بلد او عنده بارلايز بلد. ممكن يكون في كراست في حاله الاتروفيك رايناتس. نحل كام سؤال عشان نتاكد ان احنا فهمنا. طفل صغير، تمام، عنده ليفت يعني يونيلاترال اوفنسيف نيزل ديشارج، اذا عباره عن ايه؟ فورين بادي في النوز. راينوريا ايه صفاتها؟ بتكون ووتر وسولتي، دازنت ستيف، وبتزيد مع الكليننج، ولكن مستحيل تكون بايلاترال.
تاني بيأكد عن اليونيلاترال اوفنسيف ديشارج. بصي هو هنا تعالي ناخدها كأنها يونيلاترال. ايه اللي يعمل اليونيلاترال؟ المالجنت ممكن يكون يونيلاترال، النيزر فورم بودي اكيد بيكون يونيلاترال، هل الالرجي بتكون النيزل الرجيك بتكون يونيلاترال؟ لا دي لازم تكون بايلاترال، ولكن الفانجل ممكن يعمل لك يونيلاترال. تمام، يبقى اجابه معانا هنا النيزل الرجي لانها يعني ما بتعملش يونيلاترال، النيزل الرجي لازم تكون بايلاترال. تمام، صفات السي اس اف مفروض العيان يعمل ده كله، هنعمله سي تي انتروسيكل عشان خاطر اعرف الليكج فين. كمان اللهم صل على سيدنا محمد، طبعا لو في رايت ووتري لانه يونيلاترال ووتري كلير نيزل ديشارج انا هشك ان هو سي اس اف راينوريا، هطلب بايوكيميكال عشان اتاكد ان هو سي اس اف، ولكن ممنوع ادي العيان نيزل دروب. فالاجابه هتكون بيه الالرجي تايب 1 هايبر سنسيتيف. يا رب تكونوا فهمتوا. وكده سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك ربي واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت.